سن بهلول سليك الوحلين. اليوم شنو الوضعيه اللي باش تحاول تلقى لها حل سيدي خويا؟ اليوم حمزه باش تحكيوا مدام حكايه ولا وضعيه مدام ألفة. مدام ألفة اللي كانت تشتغل في شركه منذ 2015. في 2018 شريت كهرباء عن طريق الشركه، ليزينغ الكهرباء باسم الشركه، لكن فعليا هي اللي تخلص في الكمبياله نتاعها اللي قيمتها في حدود 740 دينار. بعد ما وفاو الخمس سنين نتاع ليزينغ الكهرباء تقريبا خلصت، المفروض تاخذ الكهرباء تولي باسمها وتولي على ملكيتها الخاصه حسب الاتفاق مع صاحب الشركه. اللي ما حبش يتم ولا يتم الاتفاق هذايا لغه التوانسه دار في الحياص، وما حبش يكتب لها الكهرباء باسمها. زاد كيف كيف تكتشف انه ما كملش خلص الكناب الاخرينين، وبالتالي الوضعيه تعقدت بيناتهم. مش نحاولوا ندخلوا بينات مدام ألفة وصاحب الشركه باش نلقاو حل. المهمه مش صعيبه باش تقول لي، مش سهله باش تقول لي، لكن نحن دور المخ باش نقولوا اوكي صعب فعلا روحه كل يوم. نحن لها وانا نقول لها. وهو كل يوم يزيد يصعب. قاعد نشوفه يعلي في البارة. أما إلى حد الآن بصراحة يعني يقدم في أداء باش ترجع معناها الكهرباء اللي خذيتها السيدة وعملها هكا المدير نتاع الشركة باش ترجعها لها أنت. إن شاء الله ترجع لها كهرباء إن شاء الله. معناها عندك القدرة باش تقنع مولا الشريك باش يرجع لها الكهرباء. هاي بياتا وشوفوك سيدي شنو تعمل. هاي سلاك الوحلين باش يرجع الكهرباء اللي شريتها السيدة هذه بالليزينغ عبر الشركة اللي كانت تخدم فيها، يرجع لها السيارة. شوفوا سي سلاك الوحلين شنو عمل في حكاية اليوم. حكاية اليوم ساعة نفكروا بها الناس اللي تسمع فينا وتسمع في إي إف إم، حكاية مدام ألفة. مدام ألفة اللي تخدم من 2015 تخدم ريسبونسابل في سونتر دابيل، المفروض تخلص 1000 دينار. هذايا سالير المصرح به حمزة، هذايا لو ديكلاري، إلا أنها تاخذ في مونتون آخر بالاتفاق مع عرفة في الشركة، منهم 740 دينار تخلص فيهم من الجويلية 2018 الليزينغ نتاع الكهرباء اللي خرجتها باسم الشركه، لكن هي اللي تستعمل فيها. شنو معناها؟ الشركه خذت كهرباء، الكارت غريز باسم الشركه، على الليزينغ وباسم الشركه، لكن فعليا اللي يخلص في الكهرباء هذه هو مدام ألفة. على خمس سنين دفعت 5000 دينار تسبقه من الاول، وبعد على خمس سنين كل شهر 740 دينار، والمفروض في جوان 2023 ولا في جويليه 2023 يوفى الاخلاص نتاع الكهرباء هذه. بالتزامن مع جوان 2023 ألفة غادرت الشركه، حبت تستقيل وتخرج. كملت خلصت الكهرباء نتاعها، تحب تعمل المشروع نتاعها الخاص، وبالتالي كان من المفروض زادة أن الشركة تقلب لها أوراق الكهرباء باسمها، تعطيها الملكية متاع الكهرباء. وقتها باش تكتشف أنه آخر ثلاثة كنابل ما هو مش خالصي متاع ليزيك، وقتهم مقصوصين يوم تقصوا من الشهرية متاعها، وترتب على هذاك دي بيناليتي عند الليزينغ. دونك هي قاعده تبلوكي، ما تنجم تعمل حتى شيء. والشركه زاد كيف كيف ما حبتش تقلب لها الملكيه نتاع الكهرباء باسمها، وقالت لي الكهرباء هذيك اللي ماهيش خالصه ما تنجمش تقلبها باسمها. أكيد في كل الحالات في كل الحالات تخلص. ولكن حتى كان جات خالصه، موقف الشركه في حد ذاته انه الكهرباء كهرباء الشركه، واللي خلصت هي الشركه، والكهرباء ما عندها عليها حتى حق. مدام ألفة اللي تسمع فينا توا موجوده بالتليفون، وتنجم تعطيك اكثر تفاصيل كيفاش صارت الحكايه هذه يا حمزه. وهو كذلك، وبعد شوي تقول لنا انت شنو عملت في المقابل مع هذه الشركة. إلى ألفة إن شاء الله نهارك زين، صباح الفل. مرحبا. ألو ما نسمعوا فيك مليح، ما نعرفش كان بلاستيك شنو حال. قول لي ترى. بس هكا خير ديجا. اللطف عليك. باهي كي تواصلت معاها الشركة وانتم عندكم الاتفاق هذا ومعمول به في بعض الشركات أو نوع من الاتفاقات هذه، كي تواصلت مع الشركة توا وبعد ما خرجت معاهم شو يقولوا لك؟ انا بعد ما خرجت من الشركه هذه انقطع الاتصال ما بيناتنا، عاودنا تقابلنا جوست معناها في محكمه، خاطر اثار حكيت الكهرباء فما قضايا اخرى منشوره نتاع اجور ونتاع سنوات اونتخوطون. انا كي تقابلت مع الوكيل نتاع الشركه في المحكمه تفهمنا على اساس باش تلقى حل معاه، باش نحاولوا نلقاو حل في الكهرباء. ما راعني الا نلقى روحي مكلميني ليزينغ مكلميني العدليه، هو رفع شكوى على اساس انا الكهرباء نتاع الشركه وانا ما رجعتش. خاطر هي كانت عندك، دونك هي عندك بالطبيعه الكهرباء. هي عندي بيان سور عندي، خاطر انا قاعده نخلص فوالا. دونك
رفع بك قضيه باش ترجع الكهرباء على اساس هي نتاع الشركه، هي على اساس هي نتاع الشركه، والكهرباء هي نتاعي انا، انا قاعده نخلص فيها. مودي خلاص هي خلصت الكهرباء تماما بالنسبه لك انت؟ الكهرباء بالنسبه لي انا شهر ابريل، احنا المشاكل بديت ما بيني وبين الشركه وقت اللي هو ما عادش يحب يخلص، يخلصنا احنا كبيرسونيل نخدموا عنده، مش الكهرباء بالذات. في شهر ابريل صارت مشاكل ما بيناتنا، قلت له الشهريه نتاع ابريل نتاعي الكل تاخذها، خلص لي بها اللي ما نزيدوا في الكهرباء اللي هما 2300 في الوقت هذاك. وي. ومثلا نبيو خامسين ومرنا واضحه، انا لي كومب خام تاع الكهرباء ديجا عندي، انا البون كوموند اللي خرجت بها الكهرباء عندي انا، تسكي حاجه تخص الكهرباء عندي انا موجوده. واضح واضح وصريح. اقعد معايا الفا، شنو عملت في الاثناء حسين؟ في الاثناء اتصلت باللي كان وكيل الشركه وحاولت ناخذ وجهه النظر نتاعو، بالطبيعه كانت عنده نوعا ما ينوتخ فيرسيون، روايه اخرى للوضعيه، يقول لا هي كرهبه الشركه، فمش من حكايه انه الكهرباء على ملك الفا وغيره. يعني تقريبا احنا المسافه بعيده شويه ما بين وجهه النظر تاع مدام الفا ووكيل الشركه، لكن ما زلت باش نحاول ان نعاود شكون عندي. بالنسبه لي مش هذه هي قاعده تخلص، بالنسبه ليه الكهرباء كهربت الشركه الخلاص تخلص فيه الشركه، والفه ما عندها عليها حتى حق، وهذيك كهربت الشركه اللي هي هزتها دون وجه حق زاد كيف كيف. الفه هل عندك ما يثبت انت انك انت قاعده تخلص بطريقه او باخرى، ولا قاعد الشركه أكيد تخولك أكيد في جزء من شهريتك عندك؟ انا لي غشي ما عنديش دي غشي، خاطر احنا بطبيعتي انا 11 سنه نخدم معاه، ومانيش كرهبتي انا كهو في الوضعيه هذه. الباك اللي خرجت فيها الكهرباء نتاعي فيها 6 كرهب اخرين، نجموا نثبتوا مع معناها زملائك، فوالا الزملاء نتاعي اللي موجودين سوا غاديكا ولا خرجوا، مازلت الكرهب نتاعهم على ملك الشركه. هذه دو ان، دو انا معناها عندي اثباتات اخرى. كان باش تواصل القضيه بطبيعتي باش ندلي بهم قدام المحكمه وكذلك. خاطر الفا يعني يلزمك اثبات انه انت قاعده تخلص، يعني انه فما هذه المبالغ نتاع القصاصات على الاقل، يلزم عندك اثبات انه قاعده تسحب بطريقه او باخرى من شهريتك. يعني فهمت كيفاه؟ اكيد هذا عندك. انا عندي اثباتات وعندي شهود معناها موجودين سواء من داخل الشركه ولا من العبيد سواء اللي ما زالت موجوده تخدم معاه، والا من العبيد اللي خرجت ما عادش تخدم معاه. ديجا عندي شهود هين على الوضعيه الكل. عندي اوسي احنا قبل ما نتعاملوا باغ ميل وباغ سكايب، معنيش معناها حاجات اخرين. عندك فيها فيها هذه فيها اثباتات الحديث دونك على الكهرباء. اقعد معايا الفا دونك، شنو التمشي حسين؟ التمشي بطبيعه احنا هذه الروايه والفيرسيون تاع مدام الفا اللي انا تاكدت منها عن طريق لي كونفرساسيون واتساب، فما حديث فما الكهرباء حديث من منطلق انه الكهرباء كهربتها داكور، وهنا باش نحاولوا نلقاو حل داكور. فما ديزيشونج تاع ديزيميل على البريد الالكتروني زاد كيف كيف، دونك من خلال هذايا باش نحاولوا نلقاو حل وديا مع جيرون تاع الشركة. نشوفوك سي سالك الوحلين مالا شنو باش تعمل، ماني قتلوا راه صعبها على روحه. وسك جمله السيد قال لك الكهرباء ولا هم يحزنون. النتائج في وضعيه مدام الفا، نفكروا الناس اللي تسمع فينا انه خذيت كهرباء عن طريق الشركة اللي تخدم فيها، بعد ما خلصتها حسب روايتها على طول الخمس سنين وخلصت الليزينك، كي جات تخرج من الخدمة وتستقيل وحبت تاخذ الكهرباء تولي باسمها، الشركة رفضت. اتصلت بصاحب الشركة، اتصلت بمحامي صاحب الشركة زادة كيف كيف، الاثنين يقولوا انه كلامها مش صحيح. ميمسي نعاود ناكد انه من خلال المعطيات اللي توفرت عندنا، من خلال ليزيشونج المبادلات الرسائل الالكترونيه نحكيو على ليزيميل ولا حتى بالواتساب، فما نوع من الخطاب اللي يدل على انه السياره مش نوع من الخطاب، فما خطاب يدل فما خطاب يدل على انه السياره على هي تخلص فيها، يعني تخلص فيها بالضبط. بعد تعقدت الامور بيناتهم، يمكن هي مشات تخدم ولات كونكورنت للشركه هذه، وبالتالي تعقدت شويه الوضعيه. المحامي وصاحب الشركه يقولوا انه المساله هذه توا محل قضاء،
يعتبروا مدام ألفة استولت على سيارة الشركة. اه داكور. دونك فما نوعا ما خطوة تصعيدية بما انهم شكيوا بها على حيازة استيلائها على سيارة الشركة وما رجعتهاش التوا وجات النظر عكس بعضها تماما في الموضوع. احنا على كل المبادرة متاعنا نحاولنا نلقاو صلح وما نمشيوش نوصلوا للتقاضي وكل شيء، الا انه المحامي اكد وصاحب الشركة زاد كيف كيف أنا لا حل فش. إلا بالقضاء. بالقضاء ماشيين دونك باش يشكي. واضح واضح وصريح. شكرا جزيلا. ما جبت معلومة حسين. جبت معلومة. تتفكر البلاك أوت. اي بلاك أوت وبرشا ناس الضرق قريت ما جيتش يدي فارغة مش بحويجة معايا فهمت. تفضل. برشا ناس بعد البلاك أوت بعد ما قص الضوء على الجمهورية الكل احتجوا على اللي ماتريال عنده ماتريال تحرق تلزة كليماتيزور فريجو وغيره. يقول لك شنو نعمل شنو ذنبي معناها هذي ذنب ولا غلطة ستيك. دونك هذي اللي باش نشوفوه كيفاش لازم تعمل مع ستيك باش تسترجع حقك. تحرق لك اي اباري في الدار جراء قصان الضوء تتصل بجماعة ستيك مثلا انت في باردو تبع باردو انت يخرج عاون يجي يشوف يثبت اللي بالحق الفريجيدير تحرقت جراء قصان الضوء. انت من بعد تجيب حد يصلح لك الفريجيدير والفاكتورة ذيك تهزها لستيك وستيك يقع الرمبورسمون. نحن ستيك نصوم أسوري. كيفاش الرمبورسمون وقديش يقعد؟ اما قديش المونتون وقتاش تصير هذيك ما نعرفش. اما ما تفوتش ثلاثه جمعات جمعتين ما تفوتش الحكايه هكاك. كما سمعت اذا صارت لك اي عطب بسبب قطع الضوء ما تعمل حتى شيء ما تصلحش تمشي للستيك مباشره الاقليم اللي انت تابعه يبعثوا لك تكنيسيان يثبت انه مصدر العطب هذاك هو القصان الضوء اللي صار ومن بعد ومن بعد فما تعليم وبالتالي وبالتالي من بعد يرومبورسيوك بعد ما تصلح تقعد تستنى الفلوس. هذا يا كلام ستيك اللي هي اسوري مش ستيك هي اللي تعوضك لاسورونس نتاع ستيك هي اللي تعوضك. فوالا انا نقول ان شاء الله شوف الحاجه كيما ان شاء الله. اما تو اي واحد عنده مثلا ماكينه معطبه وكذا يقعد يستنى لا باش تتقيد على حكايه القصه على قصه مديمه ثم عباد فما شكون يفكر في الحوايج يقول لك هذه فرصه الان بربي خرج لك الماكينه تاع الغسيل اللي عندها تو شهرين ومشكله فيها هذيك تعطبت لنا بماره الواحد يغسلوا في الدبش في الليل هما ديجا ساعتين عاد مو فما تكنيسيان هاو ثبت ساعه كيفاش باش يثبت هو زاد العون ولا التقني انه العطب هذاك حصل ليله الانقطاع بس على تقنيه صحيح ونعاونوا زاد على انه الناس تكون معناها اصحاب ضمائر حيه صحيح لانه هو جانا اتصال في هذا السيد اللي قال راني معناتها فرجيدير تضرب بعد القصه نتاع الضوء. قال انا شنو نعمل دونك شي يعمل يمشي للستيك نتاع جير الكليم اللي تابعه الكليم يبعثوا له تكنيسيان بالضبط. ما قلتلكش فماش مده تاع تكنيسيان ما يبطاش يمكن في نهار ولا من غدوه يمشي له تكنيسيان وبعد يقول لك برا صالح اذا كان هو غارونتي لك الاكسبير يقول لك سي بون هذايا مستيك صلح واحنا نجيب الفاتوره نجيب الفاتوره تقعد جمعتين ولا ثلاثه ويصير لك الرومبورسمون والتعويض.